الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد عامي صاحب الجلالة السادة النواب المحترمين السادة أصحاب السلطة الحضور الكريم مؤسسة سهام لها الشرف اليوم أن تؤكد حضورها قرب المواطنين وتؤكد اليوم التواصل معهم والشراكة مع السلطات المحلية وجمعيات مدينة بنين ومنتدى المدني تحت إشراف وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية لسكان هذه المنطقة. وكما وعدناكم مؤسسة سهام اليوم تأتي لتتميم الحملة الطبية التي قمنا بها في 1 يونيو 2013. أولا سنقوم تحت إشراف السيد العامل بتوزيع 113 نظارات للأطفال والشيوخ الذين تم فحصهم خلال الحملة مشار إليها. كما لا يفوت مؤسسة سهام أن تخبر الساكنة بمواصلة مساعدة الساكنة بجميع الوسائل التي هي في إمكانها. والآن نحن في إطار توزيع المحفظات المدرسية وبعض الأدوات لتلاميذ مدارس